كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العقا واتقى وصدق بالحسنى فسن يسره لليسرى والقلم وما يسطرون إن القرآن رحيق القلب وورد في الإنسان يفوح وبه قد أشرق نور القلب وظلت فيه الشمس تلوح. نظرا للوضع الحالي والاقتصادي في غزة، الحصار، وإحنا بنعاني كثير من غزة ومن حصار من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يعني بشكر جزيل للجمعية لتكفلها بهذه الحلقة، وأنا بشكر جزيل كثير لهالجمعية. إن القرآن رحيق القلب وورد في الإنسان يفوح وبه قد أشرق نور القلب وظلت فيه الشمس تلوح.